ايوه، مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهارده. اول حاجه احب اهنئ كل ام مصريه بعيد الام وكل امهاتنا، بارك الله فيكم. واحب كمان اهني السيده انتصار السيسي حبيبه قلبي اللي نفسي اشوفها ان شاء الله بعيد الام، ودي يعني نقول عليها ايه، الام المثاليه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونحب ندعو لمصر كمان ان هي تعدي الازمه يا رب على خير، واحنا ان شاء الله قدها بالتعقيم وبعدم طبعا المعانقه، وان احنا دايما نبعد النفس ونستخدم المطهرات، وعافانا يا رب وعافى مصر. وكل سنه وانتم كل ام مصريه بخير. النهارده هعمل لكم منيو ظريف وراقي قوي قوي عشان حبايبي الحلوين، وطبعا ارقامنا تظهر على الشاشه عشان نتواصل مع بعض. هنعمل النهارده ديك رومي بطريقه ظريفه جدا وسهله، وهنجيبه برضو بسعر معقول وهيكفي عدد كبير، يعني ممكن ناكله على يومين او يكفي حوالي 20 فرد، يعني مش هنقول ان المبلغ كبير. وهنعمل رز بالخلطه والمكسرات عباره عن زبيب واي نوع مكسرات عندك، والقرفه طبعا والكاري. ما عنديش مكسرات، ممكن استخدم السوداني، ممكن اجيب مثلا كميه بسيطه قوي من الكبد والقوانص واشوحها مع الزبيب كده واعملها خلطه برضو لطيف. والحلو ان شاء الله بتاعنا ان شاء الله النهارده هيبقى كل واشكر، وده صنف ظريف جدا وغالي قوي، هنعمله في البيت وحضراتكم هتشوفوه برضو بالزبيب والمكسرات. تمام، هنبدا ان شاء الله. اول حاجه بالديك الرومي، طبعا الديك الرومي بياخد وقت في التسويه، فانا عملته في البيت ما عرفتش اجيب نسخه لان هتاخد وقت، فهنقول على طريقته. هنجيب الديك الرومي الوزن اللي احنا عاوزينه، مثلا هنقول سي 5 كيلو. تمام، هنغسله كويس جدا، هنعمل له محلول مائي، ملح وخل ودقيق، تمام كده، ونسيبه حوالي ساعتين ثلاثه بيتشرب من الحاجات دي وينزل اي زفاره واي لون غير مستحب. دي اول حاجه. بعد كده نصفيه ونغسله كويس قوي قوي ونشمعه، نجيب فوطه نظيفه وننشفه بيها. وبعدين نجهز الخلط او التتبيله اللي هنعمله فيها، ونعمله مشوي في الفرن. ودلوقتي في الفرن بكمل تسويته هوريه لكم دلوقتي. هتبقى عباره عن كاتشب، تمام كده، معلقتين عسل كويس، ومعلقتين صلصه، وملح وفلفل وشطه وبابريكا كويس كده، وعصير ليمون الحامض بيبقى جميل قوي، وربع فنجان خل. هنقلب الخليط ده كله مع بعضه وشويه، وربع فنجان زيت، ونبدا نغلف الديك الرومي كله من جميع النواحي، من فوق ومن تحت ومن بطنه. ونجيب بصل ونبشره حلقات كده رفيعه، ونحشيه من جوه برده مع الخلطه دي، ونمسكه من بره ونغطيه بالقصدير ونخليه في الثلاجه الوقت لا يقل عن 6 ساعات. تمام، بعد كده نبدا نجيبه بقى ونجهز صينيه. اذا عندنا كيس حراري كبير اوكي، ما عنديش ومش عايزه اكلف نفسي واكلف الاسره، اجيب صينيه تيفال، تمام، واحط فيها شويه ميه وشويه زيت، يعني حوالي كوبايه ميه، واولع الفرن على اعلى درجه حراره، تمام، واحط الاكاتف طبعا الديك واحطه في الفرن لمده ساعه. اول ما يبدا احس انه اتشمع كده وشرب كل الصوص بتاعه، ابدا اهدي عليه واغطيه بالقصدير. هياخد ساعتين ثلاثه في الفرن. بعد كده اشيل القصدير او السيلفر من عليه وابدا احطه تحت الشوايه. حسيت ان هو عايز لون كمان، احط برده ايه، كيسين كاتشب او صلصه. تمام، اهلا وسهلا. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك، اهلا بيك حبيبي. اهلا بحضرتك. دلوقتي عاوز اعرف طريقه بس الرز المعمر الحادق بس. اه، هقول لحضرتك حالا دلوقتي وحضرتك معايا على الهواء، او لو قفلت حضرتك اوكي. هنجيب حضرتك سي كده 3 كوبايات رز مصري طبعا بتاعنا، نوع جيد كده جميل، ونغسله وننقعه لمده ربع ساعه، وبعد كده اصفيه كويس قوي في المصفى واسيبه على جنب. واجيب لتر حليب، ويكون حليب غني يعني بالقشطه، مش هنقول على انواع، سايب من عند اللبان. واحط حله احط فيها الحليب، واخد بال حضرتك، واحط فيها قطعه زبده وكوبايه زبادي وملح خفيف، لانه هو بيبقى ايه، ملحه خفيف عشان يبقى طعم. ولو عندي حضرتك قشطه خليها على جنب. اول ما الحليب يغلي اجيب صينيه كبيره احط فيها الرز، واحط فيها الخليط اللي هو اللبن والزبادي والملح وقطعه الزبده، اغطيه بيها واخد بال حضرتك، وادخله الفرن. اول ما يشرب كل السائل ده اجيب ربع كيلو قشطه، لازم ربع كيلو قشطه لا يقل عن كده، من عند اللبان طبعا، وافردها حضرتك عليه واديله وش على الشوايه، تبقى طبقه القشطه سميكه وبعديها الرز. ده المالح، عايزه اعمله حلو بنفس الطريقه، بس احط بدل الملح احط سكر بس حضرتك، وناكل احلى رز معمر. ولو حضرتك عاوز تعمله في الطاجن هيكون اجمل واطعم، هيدي الطعم الريفي. ويا سلام لو حطيت حته فحم، واخد بال حضرتك، في قطعه سيلفر كده وطفيتها بيها مع شويه زبده. وكل بقى حضرتك وادعي لي، ادعي لي شيف دينا في رعايه الله يا فندم، نورتنا باتصالك. نكمل بقيه موضوعنا عن الديك الرومي. احنا خلاص خلصنا كل ده،
واتشوى تمام كده واستوى، واعمله ازاي؟ اجيب حرق السكينه واحطها في الصدر، طلعت نظيفه ما جابتش اي سائل، يبقى ده استوى. ما سيبوش بقى ينشف، اطلعه تمام كده وارش عليه رشه ميه خفيفه عشان يطرى، واغطيه بغطا حله واسيبه. وساعه الاكل بقطعه ترانشات بالسكينه العاديه، او لو عندي سكينه الكهرباء اقطعه. بيكفي مش اقل من 20 شخص، وانا جديره وحضراتكم هتشوفوه دلوقتي معايا. عندي الشوربه الجميله بتاعتنا البيون، اصفيها تمام كده كويس قوي، وابدا اعمل الرز اللي بالخلطه، وهنعمله دلوقتي بقى عملي مع بعض. نبدا في اعمال الرز وبعدين نعمل الكل واشكر. معايا يا حبايبي؟ يلا توكلنا على الله، اتفضلوا. اي سؤال انا معاكم، تحت امركم طبعا. هعمل الرز، طبعا حضراتكم هنعمله برز بسمتي عشان يبقى جميل كده وناجح معانا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. والاكله دي جميله جميله. وطبعا عايزه افكر حضراتكم ان انا مستعده لاحياء اي مناسبه، وطبعا انتوا حضراتكم يعني لو مبسوطين مني هتطلبوني، حفل خطوبه، عيد ميلاد، عقيقه، بعمل كل حاجه، وبعمل طبعا ان شاء الله. والارقام هتظهر على الشاشه عشان لو حضراتكم حبيتوا تتواصلوا معايا، تمام. وكمان في حاجه، في كمان كحك العيد بارقى الاسعار، بارقى المستوى في الطعم، وكله بالزبده البلدي. وطبعا حضراتكم هتشوفوا وتجربوا، الاسعار اقل من بره بمراحل. وعندي الحجز ان شاء الله من اول يوم رمضان لحد يوم 10، وان شاء الله تكونوا مبسوطين جدا وسعداء ان شاء الله بالاكله بتاعتنا الجميله، وربنا يبارك لي فيكم يا رب. طبعا الرز انا هحط له، ما تستغربوش، 3 معالق سكر عشان اكرمل الرز عشان يبقى ظريف، يديني اللون البني الجميل. وهنشوف مع بعض ان شاء الله. وهنحط قرفه وهنحط كاري، وما ننساش الملح والفلفل، وهناكل احلى رز بالخلطه. وهنعمل كميه كبيره ونقطع عليها طرنشات الرومي، وان شاء الله هتتبسطوا قوي من الاكله بتاعتنا. وانا ماليش بركه الا انتوا طبعا. وهحمر الزبيب تمام عشان ينفش معايا ويديني طعم جميل. هحمره مع الخلطه دي عشان يبقى الرز مع طعم الزبيب المسكر ده بيبقى رائع رائع. وتعمليه بقى لزوجك واولادك يفرحوا بيه جدا، زي اللي بيبقى في الافراح كده، ونقعد بقى نجري، ولو سمحت حط لي عايزه شويه رز كمان، رز جميل قوي بتاعكم. هو ده، وانا معاكم دايما ان شاء الله. اهلا يا استاذ محمود. كلمنا تاني يا استاذ محمود، انتظار حضرتك ان شاء الله في رعايه الله. هنحط طبعا سكر، حطينا السكر خلاص، عفوا. هنحط الكاري تمام، عند الكركم حطي عشان نديله اللون الجميل الاصفر الجميل اللي هو يقول عليه ايه، ملعلع كده. سنه شطه للتطعيم بس عشان الاطفال الصغننين تمام، ملح. وطبعا البيوم بتاعنا، الشوربه بتاعتنا سخنت وجاهزه عشان نحطها عشان الرز ما يعجنش. دي معلومه انا عارفه ان انتوا شاطرين يا حبايبي. وشويه بابريكا برضو للنون الجميل، اي بهارات عندك يا سلام. لو في برضو شويه كزبره، ونسيت اقول لكم ان انا برضو بدعك كريك ديك الرومي بالكزبره الناشفه عشان ما يبقاش فيه زفاره ولا حاجه، بس احنا غسلينه كويس قوي وعاملين له المحلول الملحي اللي قلنا عليه. تمام يا حبايبي، تمام يا جميل. طبعا شوربتنا سخنت، ناخد الشوربه نسخنها شويه عشان الرز ما ياخدش وقت معانا وما يعجنش. دي معلومه اهو، شوربتنا جاهزه. بنقلب كل الخليط اللي قلنا عليه، الزبيب مع جميع انواع التوابل مع الكاري. اهلا مدام نجوى. ايوه السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام دينا؟ اهلا يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا غاليه. ازيك يا روح؟ الله يخليك. انا بس حبيت اعيد عليك اقول لك كل سنه وانت طيبه. بعيد الام حبيبتي، صوتك مش غريب عليا، زي صوت بنت عمي بالظبط، مدام نجوى السايس. أيوة. بقدم لها تحياتي حبيبتي. ايوه حبيبتي انا. يا روحي نجوى يا حبيبتي يا روح قلبي. انا بقول لك الصوت مش غريب عليا. ازيك يا نونو؟ كل مامتك كل سنه وهي طيبه وبعيد الام. وانت طيبه يا حبيبه قلبي وبعيد الام. وسلمي لي على اخواتي كتير. الله كلهم يخليك يا حبيبتي. انا مبسوطه قوي. زي الاستاذ محمد. الله يخليك يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخلي لك حبايبك. وايه رايك في برنامجنا ده؟ تسلم ايديكي تسلم ايديكي حبيبه قلبي. تسلم ايديكي حبيبتي. شكرا يا روحي، شكرا يا غاليه. مدام اسماء. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك. ازيك يا شيف؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه حبيبه قلبي. انا سعيده بالمكالمه. لا ايدك على الاكلات الجميله دي. لا ده النهارده الرومي بقى هيعجبك قوي. يا ريت تتفضلي معانا. عايز اسال بس على طريقه المكرونه بالبشاميل عشان تطلع معايا كويس. هقولها لك على الهوا دلوقتي على طول، او لو حضرتك قفلتي تابعيني. ما تحرمش منك ابدا. رعايه الله يا حبيبي. بصي حبيبه قلبي، هنجيب نوع مكرونه كويس، ومش هنقول على الاسامي طبعا عشان الاعلان. هتكون مكرونه قلم، او تعمليها بالاسباجيتي بتبقى رائعه. دي ليكي حريه الاختيار تمام. هسلق المكرونه نص سلي يعني لمده 7 دقائق. اول ما الميه تغلي احط فيها الملح، واحط فيها معلقه زيت او معلقتين، واسلق المكرونه واصفيها واغسلها كويس قوي عشان تنزل كل الماده النشويه دي كده. خلاص هعمل العصاج، وهيبقى عباره عن لحمه مفرومه
وبصل وملح وفلفل وقرفه. تمام، الاول هاخد البصل تشويح لحد ما ياخد اللون البني عشان يبقى العصاج غامق، ما يبقاش ابيض كده لون مش ظريف. وبعدين احط اللحمه وتكون مفرومه والشين ناعمه، او لو بتحبها خشنه اوكي. واحط التوابل اللي قلنا عليها ومعلقه صلصه، ويا سلام لو في الفلايه بارده او حاره، لو عندي اطفال بلاش حار. واقلب كويس اول حد ما يمتزج الخليط بتاعنا. الو، ايوه اهلا يا حبيبتي، السلام عليكم. ايوه اتفضلي. الو، اهلا وسهلا ملك، اهلا حبيبتي من بلد المشبك والحلويات الجميله والفطير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي لاهل دمياط. احنا كنا على طول بنيجي راس البر وناكل بقى عند بلبول ودعدور، يعني تحياتي للجميع. يعني مع والدي رحمه الله عليه كانت احلى قعده واحلى عشاء. لا جميله. يا حبيبتي دايما يا رب، اموريني يا روحي. دايما كده منوره الشاشه على طول. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اموريني يا روحي، اتفضلي. الله يخليكي. عايزه طريقه اي حاجه؟ لا شكرا، انا ام ملك اللي كلمت حضرتك. يا حبيبتي كلمتيني وقلت لك وانت بالصحه والسلامه، سلامنا لماما الغاليه. الله يسلمك، كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي في رعايه الله. اهلا وسهلا. نكمل بقى نقول على المكرونه، خلاص خلصنا العصاج، نبدا نعمل البشاميل بتاعنا. لازم نعمله جميل. بنحط لصينيه المكرونه 10 معالق دقيق، معالق وفيره بسخاء كده، وقطعه زبده كبيره مع زيت عشان تدينا لمعه، ونقلبه كويس قوي لحد ما ياخد لون الكافيه الشاي باللبن. واكون عندي اللبن جاهز اطفي بيه، يكون لبن دسم كويس قوي كده. ولو عندي الكريمه الطهي ما فيش، عاوزه اعمل عمليه توفير خلاص بلاش، نحط اللبن بقشطته كده، يكون لبن من عند اللبان. واقلب كويس قوي، اول ما يلف معايا وتكون متوسطه القوام ابدا احط 2 بيضه واقلبهم كويس قوي، وشويه فلفل اسود عشان الريحه طبعا، او خل الموجود يعني، هو الفلفل طبعا بيبقى في كل بيت. ابدا بقى اجيب صينيه لطيفه، عايزه المونيا ماشي، عايزه بايركس اللي انت عاوزاه. ادهنها الاول بالسمنه او الزبده او الزيت، احط كميه وفيره من البشاميل، وبعدين احط نص كميه المكرونه، احط العصاج تمام كده، اكون حطيت عليه طبعا معلقه صلصه عشان يبقى لونه وردي كده. وبعدين اقفل الجزء الثاني واكمل بقيه البشاميل. عندي مكرونه موتزاريلا او سوري، عندي جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، احط على الوش برده تمام كده، وادخلها الفرن. بتاخد تقريبا نص ساعه، بعدين احطها على الشوايه لان هي مستويه، كل حاجه مستويه وبالهنا والشفا برعايه الله. وكده احنا جاوبنا على كل الاسئله يا جماعه. طبعا الرز بتاعنا جميل، بس هنحتاج نزود له شويه، انا بحب لونه كده ايه جميل، اللون الاصفر هو لون الغير، انا ما بحبوش بس في الرز بيبقى في حاجه تانية. لا هنبدا نحط الشوربه بتاعتنا، ودي طبعا شوربه الرومي، شوربه جميله جدا وريحتها بقى ايه عاوزه بقكم يعني. هنغطي الرز طبعا، انا نقعته شويه لان الرز البسمتي بيحتاج يتنقع شويه. واعرف ازاي؟ احط المعلقه كده واقفه زي ما انتم شايفين، يبقى كده الرز ايه عياره مظبوط، ده للعرايس الجديده. ماشي يا حبايبي، مش لستاتنا دول، البنات بقى الجداد لسه عاوزين نعلمهم عشان تشرفنا كده قدام حماتها واهل زوجها ان شاء الله. واي اتصال يا جماعه انا تحت امركم، احنا جايين هنا عشان نلبي طلباتكم. كده عملنا الرز تمام، والديك الرومي طبعا في الفرن بياخد اللون الوردي الجميل. تمام كده، احنا مش محتاجين اكتر من كده. دلوقتي هنطلعه عشان ما يتحرقش لان الفرن، او نطفي القلعه، ده احنا هنسوي لسه الجلاش. كفايه كده على الديك بتاعنا. طبعا انا نسيت معلش المسكات بتاعتي، ربنا يستر. لازم الواحد برضو ايه ينسى حاجه يعني، جل من لا يسهو صح. انا طب هنشوف دلوقتي ايه يا جماعه، حد يطلع لنا ده والله. الو، ايوه صباح الخير حبيبه قلبي، صباح الفل، ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله منوره الشاشه والله يا دينا. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. ايه رايك النهارده؟ الشطاره بقى والجمال كله. حبيبه قلبي، والديك بتاعنا جميل جميل، ربنا يوفقك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا ماما، تسلمي يا روحي. انا شايفاكي بمنتهى السعاده والله. طيب يا حبيبه قلبي، والاطفال الحلوين ومي اخبارها ايه؟ وكلكم كلهم بيصبحوا عليكي والله، بقولك مبروك على الشاشه الجميله وعلى الوقفه اللطيفه دي. هنجي لكم بعد الهوا بقى ان شاء الله. ان شاء الله، وربنا يجعلك بالتوفيق بامر الله. ربنا يخليكي يا ماما، شكرا يا حبيبتي، رعايه الله، مع السلامه.
ايوه تمام كده. احنا كده دلوقتي الرز بيتشرب معانا وهيعجبكم قوي، هعزمكم على الغدا النهارده. وطلعنا الديك تمام كده، حضرتك حطه هنا. وهنعمل بقى دلوقتي الكل واشكر بطريقه سهله جدا. وصنف تاني هو اسمه كده غريب شويه، واسمه عش الغراب، بس هو بقى يعني ايه لطيف قوي قوي، هيعجبكم قوي. هعمله لكم دلوقتي بطريقه سهله واقتصادي، بدل ما تجيبيه بره الكيلو ب 150 هتعمليه في البيت، هيتكلف عليكي ثمن السكر المعقود، مبلغ بسيط جدا تمام كده. والجلاش الباكت نص كيلو ب 10 جنيه تمام. تمام ماشي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. احنا بس بنسيح الزبده لانه طبعا بيتعمل بزبده خالص. عندي كيس زبده اعمليه بزيت، ماشي حالك، اي نوع سمنه مش هنقول على الاسامي تمام كده، اعملي وان شاء الله يبقى زي الفل من ايديك الحلوه، تفرحي اولادك يا حبيبتي. وصنف ظريف، راح زياره، راح لماما، راح لاخواتك، بدل ما تجيب حاجه ب 200 جنيه اللي بصراحه الوقت لا يسمح. ايوه اهلا استاذ اسامه. لو سمحت يا فندم، والله كان عندي مداخله لحضرتك كده. اتفضل. كنت عاوز حضرتك يعني توصلي صوتنا. اتفضل. احنا عماله غير منتظمه اللي عيننا عليها سياده الوزير. ايوه ايوه احنا شغالين باليوميه ديت. ايوه طبعا انت عارفه الشغل وضع. رحنا وزاره القوى العامه. ايوه يا فندم. البحيره النهارده قالوا لنا روحوا التضامن. رحنا التضامن قالوا ما فيش حاجه لنا. ايوه ايوه. واحنا مش عارفين نعمله ايه. لا نوصل صوتنا لسياده الوزير، انا مش عارفه اسمه بصراحه، يعني المسؤول عن القوى العامله، ونوصل صوتنا ليه ان شاء الله، ويكون ان شاء الله يا رب صوتنا مسموع، يكون سمعنا دلوقتي او اي حد من الـ من الـ يعني الستاف بتاع حضرته. وان شاء الله احنا ملناش بركه لشبابنا، والسيد الرئيس ما بيأثرش ابدا والله، ربنا يبارك لنا في السيد عبد الفتاح السيسي، بيبقى دايما معانا كده يا رب العمر كله، ان شاء الله بننتخبه ان شاء الله. عينينا لحضرتك، تأمرنا يا فندم في رعايه الله. دلوقتي هنعمل الجلاش يا حبايبي يا حلوين، ماشي تمام. هو جميل جدا شايفينه، ويا ريت نبقى نغطيه واحنا في البيت. قول هنا مش مشكله ان انا هعمله بسرعه، بس عشان انت برضو لسه يعني بنقول بتتهجي، فتحتاجي تغطيه عشان ايه ما ينشفش منك، لانه لو نشف هيفرول وهتزعلي قوي. واحنا مالناش بركه الا انت يعني. ماشي يا رفا. تمام ماشي كده يا حبايبي. نبدا بقى ايه باي عصايه عندك ظريفه، او دي عصاية يعني حاجه بدائيه كده لطيفه، بس هي اللي بتعمله حلو بتاعه شماعه يعني. كويس قوي كده، ببدا ايه اخده كده والفه بطريقه لطيفه، ودي طريقه مامتي ماما امال الغاليه تعمله، طبعا لا يعلى عليه يعني، احنا بنتقلد منها. ده اسمه عش الايه البلبل، بيبقى لطيف جدا، مكرنش كده وتاكليه على طول. وبنحط في النص اقتصادي كده شويه سكر وزبيبه، عندي بندق اوكي، عندي سوداني جميل احمصه واحط منه، ومشي حالك يا حبيبه قلبي. اوكي يلا، فين الاتصالات؟ اهلا وسهلا مدام نرمين. الو. اهلا يا حبيبه قلبي، ازيك؟ ازيك يا سيف دينا. عليكم السلام ورحمه الله. نرمين حبيبتي وادي النيل. حضرتك طيبه. انت طيبه يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي. امورين؟ عايزه طريقه النجرسكو. نجرسكو حاضر، هنقولها دلوقتي، لسه قايله المكرونه بالبشاميل، بس حاضر هعمل الجلاش واقول لك عن نجرسكو. حاضر، وعندك الارقام على الهواء، اي اتصال برضو عنيا ليك يا حبيبتي. في رعايه الله. سلام يا ستي. لفينا اول واحده، هنعمل الشكل ده، وهعمل لكم برضو صوابع خطيره، بقول لك بتباع بره ب 180، مش هقول على اسم المحلات لحسن يعمل افتكروا ان انا بعمل لهم دعايه يعني، وانا طبعا ما بعملش كلام. هو بيبقى فيه فرشه طبعا معايا، بس انا برضو نسيتها، معلش سامحوني، بس هيعجبكم قوي قوي. وتاخديه بقى في زياره، راح لماما. ايوه اهلا وسهلا مدام امال. ايمان اهلا وسهلا. معلش اطلبينا تاني يا حبيبتي. انا هعمل كام واحده كده بس عشان تشوفوهم، وبعد كده هعمل لكم ايه الصوابع الجميله، تاكليها على طول على قد البق، غاليه جدا جدا جدا. ان شاء الله الحلقه الجايه برده في حاجات جميله هتعجبكم. داخلين بقى على رمضان، كل سنه وانتم طيبين، الاكل الجميل. وبقدم تحياتي للمعد والاستاذ وليد المخرج، الاستاذ هاني، كل الاستاف اللي معانا منورنا وتعبان معانا، بارك الله فيهم. ايوه الو حبيبه قلبي، اهلا اهلا، ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ ربنا يخليكي يا روحي، اموريني يا حبيبه قلبي. حضرتك انا كنت عايزه اعرف الكيكه كل ما بعملها بتبوظ. حاضر، الفرن بتاعك حلو ولا لا؟
هو متوسط كده. طب هقول لحضرتك على المقادير بتاعتنا وملحوظه الاول واحنا مع بعض كده، لازم اول ما تخلص تدفي عليها وتسيبيها شويه في الفرن وتوربي الفرن حوالي 5 سم وتسيبيها شويه، ما تطلعيهاش على اي سطح بارد عشان كده بيخليها تهبط، ويا ريت ما نحطش سكينه ولا حاجه برده بتخليها تهبط من النص. انا اعرف ازاي انها استوت، هي بتاخد 35 دقيقه وعلى مسؤوليتي انا. هقول لك على المقادير 3 2 1 تمام، 3 دقيق 2 سكر كوبايه زبده على زيت ولازم زيت وكوبايه عصير برتقال، هتبقى كيكه بالبرتقال وحط لها بشر برتقال. مش عايزه كيك بالبرتقال اعملها يا حبيبه قلبي بالشوكولاته جميله، وبعدين اعمل لها صوص كده لطيف عباره عن نص كوبايه زيت وربع كوبايه كاكاو وربع كوبايه سكر بودره واضربهم في الخلاط تمام كده، واول ما تطلع اخرمها بالشوكه وابدا احط الخليط اللي انا عملته ده، بتبقى كيكه بالشوكولاته جميله تورته، وبرده عملتها في البيت ما اتكلفتش عليك ايه 10 جنيه. طبعا البيت 3 بيضات وباكو بيكنج باودر والفانيليا الجميله بتاعتنا ومعلقه خل عشان بتساعد على الرفع، بتبقى زي محسن الكيك بس محسن طبيعي واجمل واطعم من الجل التاني طبعا. ماشي يا حبيبتي تأمريني. اهلا وسهلا. ثانيه واحده نشوف الرز يا جماعه ده احسن ايه، تعيبوا عليا تقولوا ايه الشيف دينا حرقت الرز. ومخرجنا الجميل الاستاذ وليد انا ما شفتوش لسه، وحبيب قلبي اخويا الغالي الاستاذ هاني ده المكتشف بتاعي، بقول له تحياتي واحتراماتي لحضرتك وسلامي للمدام والاولاد. منورني تمام يا جماعه. اهلا وسهلا. فين الاتصالات؟ انتوا نايمين يا جماعه ولا ايه؟ يلا هلا هلا بالاتصالات. وبصبح على اولادي شريف ومحمود طبعا بدر حبيبي وزوج الحاج خالد، هو لسه نايم ومستنيه يكلمني واسمع صوته، ده طبعا حبيبي زوجي الغالي ربنا يبارك لي فيه يا رب، احن قلب عليا بعد امي. ايوه اهلا وسهلا يا حبيبتي. السلام عليكم. انا مشيماء من اسيوط. اهلا يا مشيماء يا حبيبتي، شعب اسيوط وشعب الصعيد الغالي الاصيل. يا رب يخليك يا رب يخليك. بقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وكل ام مصريه كل سنه وهي طيبه. انت بالصحه والسلامه حبيبتي، ربنا يديك الصحه والعافيه. يا رب يخليك. لو سمحت انا عايز اعرف بس طريقه الرواني. عايزه الرواني؟ حاضر عينيا، هقول لك دلوقتي وان شاء الله وعد حضرتك الحلقه الجايه هعملها لكم ونسقيها بالشربات الجميل السكر المعقود وجوز الهند وناكلها مع بعض مع شاي بلبن ان شاء الله يا حبيبي. وهقول لك والله نفسنا تشرفينا في اسيوط. انا اجي لك على عينيا بس اعملي لي بقى عيش فلاحي. ان شاء الله يا حبيبتي في رعايه الله. هنقول طبعا طريقه الرواني واحنا بنلف الجلاش عشان حبايبنا المتصلين. هي زي الكيك بالظبط 3 2 1 تمام، بس بتزيد ان احنا بتكون سميكه شويه تقيله وبنحط لها كوبايه زبادي او كوبايه لبن رايب المتاح عندك تمام كده، وبتدخل طبعا على الفرن 170 لمده 35 دقيقه. اول ما بتستوي على طول بنطلعها ويكون السكر المعقود معقول تقيل معمول وتقيل، واقلبها واغرزها بالشوكه او بالسكينه وابدا اسقيها بالسكر المعقود تمام، واحط على وشها الجوز الهند الجميل، ما عنديش جوز هند خلاص، وتاكليها بالف هنا وصحتين يا حبيبتي على قلبك. طبعا ايدينا ايه من الزبده يا جماعه ايه بتلزق تمام. احنا عملنا برضو كذا واحده كده. ايوه اهلا وسهلا باسيوط. ام عمر من اسوان، اهلا يا ام عمر. السلام عليكم. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ أموريني يا حبيبة قلبي. الحمد لله الله يخليك يا رب. ربنا يبارك لك. أموريني شعب أسوان الجميل محترم حبايبي. عايزة أعرف طريقة أم علي. يا سلام، ده أنا عينيا ليك أم علي كل حاضر. اقفلي يا حبيبتي واسمعيني من التلفزيون، هعمل لك أم علي دلوقتي حالا أهو هنقول عليها. طبعا في ليها كذا طريقة، ممكن أعملها بالرقاق ودي زي أيام جدتي لأن ما كانش فيه عجينة الملفي، وممكن يا حبيبة قلبي أعملها بالجلاش اللي أنا ماسكاه ده، أمسكه أقصصه بالمقص رفيع جدا واحمره في شويه سمنه وبيبقى جميل جدا. ممكن اعملها بالملفي وبجيبه جاهز، او بعجينه الباف باستري برضو بجيبها جاهزه من السوبر ماركت. عندك اربع طرق تعملي بيهم،
تمام. بجيب اللبن ويكون لبن برضو زي ما قلنا دسم، اسخنه كويس واحط سكر معقول تمام كده، واجيب قطعه قشطه واحطها، واحط ايا كان بقى بالملفي بالجلاش بالصنف اللي انت عاملاه كويس يا حبيبتي. وبعد كده ابدا اعمل ايه، احطها في الفرن، واول ما تشرب المزيج بتاعها بتاع اللبن والقشطه والحاجات دي والسكر وكله، ابدا اطلعها واكون ضربه كريم شانتيه عشان يدينا طبقه جميله، او احط لازم كريم شانتيه. اجيب حوالي 6 معالق واضربهم بلبن ساقع واشربها بيهم تمام كده، واحطها تاني تاخد على الشوايه لون كده جميل ذهبي، وتاكليها بالف. انا في ناس بتحبها سخنه وفي ناس بتحبها ساقعه، انا كنت عاملاها والله لولادي بالليل كانت رائعه. وجيبي نوع حلو، مش هقول لك طبعا على النوع عشان الاعلان، بس انت طبعا ست الستات يعني، في نوع جاهز على طول معمول بيبقى ب10 جنيه بيعمل لك سيرفيس كبير يعني يكفي 6 اشخاص، وبالف هنا وعافيه. يا سلام لو كلتيها ساقعه تبقى لطيفه جدا جدا. نورتيني يا حبيبتي باتصالك، اهلا وسهلا. شوف الرز بتاعنا يا جماعه لان هو كده اتشرب. ايوه تمام ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عاوزين نقله على العين دي، ايوه جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. احنا شغالين طبعا في الكل واشكر. في حد معانا؟ اهلا وسهلا حبيبتي ياسمين، اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. انت بصحه والسلامه حبيبه قلبي، وسعيده باولادك. ربنا يديكي على كل حاجه حلوه بتعملها لنا وبنشوفها مع حضرتك. والله كل حاجه حلوه بيكوا وليكوا ان شاء الله، دايما اكون عند حسن ظنك. ربنا يخليكي، وكل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب. تأمرينا باي طلب او اي حاجه اعملها لك يا رب يخليكي. بس انا طالبه من حضرتك طلب، انا لما باجي اعمل الكفته بتفك مني. الكفته بتفك منك. هقول لك على حاجه دلوقتي جميله جدا، ودي بقى ما تقوليهاش الا للحبايب بس، وخليكي معايا اسمعيني. هجيب حضرتك نص كيلو لحمه مفرومه ساي مثلا، واحط عليها بصل، بس اخد التفل بتاعه والميه دي هصبحها بيها التفل بس، ما احطش الميه عشان ما تفكش. واجيب نص معلقه جيلاتين بيتباع عند محلات الحلواني، واسيحه بشويه ميه دافيه تمام، واحطه على الكفته بيخليها مسمغه، واحط عود بقدونس تمام، والتتبيله الجميله اهم حاجه القرفه مع البقدونس. ما عندك مثلا طماطميه صغننه اشيل البذر بتاعها عشان الميه، واحط اللحمه بتاعها بتديها لون جميل، واصبحها واحط ايدي في البصل اللي هو بالملح والفلفل، واصبح في الحله كويس او في الصينيه. ممكن لو عملتها في الحله بيبقى اسمها نيفه، عملتها في الصينيه بتبقى كفته مشويه. وادخلها الفرن، واول ما تستوي اروح مطلعها رش عليها شويه من السائل بتاع ميه البصل، واعمل لها فحمايه واطشها وعليها شويه زبده. وكلي بقى بدل ما تجيب الكفته ب 200 جنيه او من محل معروف او كبير جدا 350، انا بس بجيب اسعاره، انا بعمل كل حاجه في البيت. هتعمليها مش هتتكلف عليكي غير نص كيلو لحمه ب 75 اللحوم البلدي بتاعتنا، ويا ريت تخلي الجزار يديكي حته ليا ويفرمها لك على الكفته، هي برده دي بتخليها تسمغ معاكي وما ما تفكش ابدا. وادعي لي بقى يا روحي في رعايه الله. ايوه اهلا وسهلا الاخت ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك يا رب، حضرتك طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا حبيبتي، نورتيني باتصالك. الله يخليك والله، انا بحبك لله والله. والله وانا بحبكم جدا، وبستنى الحلقه دي يعني بفارغ الصبر عشان اكون معاكم على الهوا واستمتع بيكم. يا رب ربنا يخليك ويخلي لك اولادك كده ان شاء الله يا رب. تسلمي لي يا غاليه، وان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم انا مستعده اي حفله اي مناسبه اعمل لكم اي حاجه، عيد ميلاد، خطوبه، عقيقه، ان شاء الله. وكحك العيد بقى، يلا يلا بكحك العيد بعمله رائع ورخيص جدا عن بره، يعني لو بره مثلا ب 200 احنا بنعمله اقل 50 جنيه وحاجه كلها بالسمنه البلدي ان شاء الله. يا حبيبتي اهلا وسهلا بحضرتك، نورتيني باتصالك. نعم السمع. اللانشو؟ حاضر يا حبيبه قلبي، هقول لك على طريقه جميله جدا وسهله، وهيبقى برده رخيص جدا. نجيب اللحمه ونفرمها كويس قوي قوي، نقول للراجل عاوزاها ناعمه هعملها لانش، يعني ادهلنا 3 وشوش عشان ما يبقاش فيه قطع. وبعدين اجيبه تمام كده، واحط له شويه ملح وشويه فلفل اسود تمام، وشويه بابريكا بس فقط لا غير، وسنه خفيفه من الثوم. عايزاه بالفلفل الاخضر هحط قطع، عايزاه بالزيتون الاخضر زي ما بنجيبه من بره، عايزاه بقطع اللحمه هحط قطع لحمه صغيره وادعكوا بيها. وبعد كده حضرتك هجيب اللي هو الاسترتش واحطها والفه جامد قوي قوي قوي،
واقعده كده من الناحيتين، واجيب ميه واحط فيها ورق لورا وحبهان وملح وفلفل وشويه زيت، واسلقه لمده ربع ساعه، ويطلع افكه واسيبه يبرد واحطه في الفريزر ساعه، وبعدين اقطعه طرنشات وبالهنا والشفا. وهكذا لانشو الفراخ بنفس الطريقه بس فراخ. ممكن اعمل لانشو الكابوريا برضو، غالي جدا بره ب 250 جنيه ومش موجود لانه مستورد، برضو بنفس الطريقه اجيب الاصابع الكابوريا وافرمها واعمله، وان شاء الله بالهنا والشفا حبايبي. صحتين وعافيه على قلبك، تأمريني يا غالية. طبعا احنا شغالين كل ده في نص كيلو. شوفي حضرتك انا عاملاها كمان كبير، يعني الواحد لو جالك ضيوف هتقدمي قطعتين اتنين. والزبده ما عندكيش زبده، اعمل بزيت امشي حالي، يعني ما ازعجش زوجي لازم تجيب لي زبده. شيف دينا عاملاها بالزبده؟ لا، اوكي ايه المتاح. انا ممكن ما يبقاش عندي زبده، اعمله باي نوع زيت بس يكون زيت حلو، انا مش يعني مش اللي بالي بالك، عايزين زيت حلو. وبالف هنا وعافيه. هيخش يستوي دلوقتي، انا هكتفي بالقدر ده، هعمل واحده كمان واخش اسويه عشان وقت البرنامج. وبعد كده يا حبايبي بالهنا والشفا، مع شاي بلبن او مع بيبسي او عصير زي ما انت عايزه. واعملي بقى لماما كده طبق جميل بقى، انا هعمل لماما النهارده واخد لها معايا ان شاء الله. نورتيني يا حبيبتي باتصال. تمام كده لفيناه، وسهل جدا. عصايه او المسن بتاع السكاكين لو ما عندكيش عصايه خشب مثلا، او تشتري حاجه كده مبرومه بنفس الشكل وتعمليه، وهنحط له سكر وقرفه وزبيب. عندك مكسرات حطي، يا سلام على شويه سودان الجميل بتاعنا وبتاع جدودنا، ما كانش فيه مكسرات الاول. نمشي حالنا. الست الشاطره زي بقول لك ايه، يعني بتغزل كده باي حاجه عندها تعمل صنف جميل. ممكن اجيب كريز من عند الراجل، اجيب بخمسة جنيه كريز واحط نص كريزاي زي الجاهز بتاع بره، وكلي بقى. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. صحتين على قلبك يا روحي. ريحه الرز طبعا جميله، والرومي في مناخيري مجوعني. تمام كده، وبسلم على استاذ هاني ومخرجنا الجميل والستاف اللي واقف تعبان معايا، ربنا يبارك فيهم. وهنتغدى دلوقتي مع بعض ونكافئهم اكله جميله. في حد معانا على الاتصال؟ طبعا احنا شغالين اهو بنكمل صينيتنا. تمام تمام، وهندخله الفرن دلوقتي وهيطلع. بياخدش ربع ساعة لأن الجلاش خفيف، وفرننا بسم الله ما شاء الله يعني لطيف. نورتوني يا حبايبي. باقي حوالي تلات. أيوة مين معايا؟ أهلا يا حبيبة قلبي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا روحي؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك، كل سنه طيبه. وحضرتك طيبه بالصحه والسلامه. اموريني يا حبيبه قلبي. لو سمحتي عايزه طريقه البيتزا. البيتزا حاضر، هقولها لك دلوقتي احلى بيتزا تاكليها من ايدي، ولا تقولي بيتزا كذا ولا كذا. الحاجات الغاليه ب 200 جنيه الواحده دي، احنا هنعملها في البيت دلوقتي، رخيصه جدا. عباره عن كيلو دقيق، تمام، لتر ميه، يعني بالاسهل اربع كوبايات ميه، معلقه ونص خميره فوريه، تمام، ذره ملح، معلقتين زيت زيتون، ده بيديله نفشان جميل قوي، كوبايه زبادي حبيبه قلبي، تمام كده، واعجنها، وذره ملح وذره سكر، ده بس للتطعيم كده يعني، انت عارفه لازم باروكيه كده زي ما بنقول، واعجنها. وطبعا قلنا الميه بتبقى دافيه عشان يعني تفور معاها طول وتهم، واحطها في حاجه كده، وبعد كده اكورها، اجيب طبق ادهنه زيت عشان ما تلزقش، واكورها ست كور مثلا، لا او ثمانيه، وتقريبا الكيلو بيعمل اربع صواني. تمام كده حبيبه قلبي. اجيب بعد كده الصينيه، ادهنها زيت كويس، وابدا افرد العجينه بتاعتي. حلو كده تمام، واكون عامله الصوص بتاعها، وده عباره عن صلصه طماطم وزيت وزعتر وفص ثوم. الاول بحمر الثوم في الزيت، وبعدين احطه عليها، تمام كده، وبعدين احط اشوحه شويه اول لون خفيف عشان ما يديش زي التخديعه كده، وبعدين احط الصلصه واحط الزعتر وشويه خل صغننين وربع كوبايه ميه، يبقى السائل كده متوسط القوام، اخليه عندي. وبعدين اجيب صينيه، الصواني بتاعتي اجهزها، الحاجه اللي عايزه اعمل فيها تكون حاجات رقيقه كده مخصوصه للبيتزا عشان تديكي طعم جميل. احنا كده خلصنا. تمام، ابدا بقى احط، اللهم صل على النبي، احط الزيت، تمام، وبعدين افرد العجينه بتاعتي كويس كده بطريقه كده لطيفه، واحط الصلصه واي حشوه عندك، عندك بواقي فراخ ماشي،
عندك باقي لحمه اعملها زي الكور كده واحطها، مش عاوز اعملها باللحمه المفرومه ماشي. عندي علبه تونه ماشي، عندي بسطرمه، هشخلع بقى البيتزا حسب امكانياتي اللي موجوده. ما عنديش اي حاجه من دي، احط الصلصه بس، اهم حاجه الجبنه الموتزاريلا احط بسخاء عشان ايه تديني طعم جميل وتمط معايا وتبقى زي الجاهزه، وادخلها في الفرن يكون الفرن سخن جدا، بتاخد حوالي ربع ساعه لان كل حاجه مستويه. ما احطش الجبنه الموتزاريلا على طول عشان ما تنشفش، اول ما كل حاجه واقطع طماطم صغير صغير وفلفل اخضر تمام كده اقطعه، عندي زيتون حلقات، يعني اي حاجه في البيت، البيتزا بتاخد كل حاجه تمام كده. وبعد كده ابدا اللهم صل على النبي، بدخلها في الفرن، اول ما تطلع ارش ايدي بميه دافيه عشان ما تنشفش تمام، واغطيها. ايوه اهلا وسهلا حبيبه قلبي ساره حبيبتي، ازيك يا شيخ عامله ايه؟ السلام عليكم حبيبتي، اهلا وسهلا. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام والله، كل سنه وانت طيبه، ناس بتعيد الام. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يبارك لنا فيك يا روحي. يا رب يخليك. ما تقيل عليك، ممكن تقولي البيتزا؟ طريقه ايه؟ البيتزا. البيتزا ده انا لسه قايلها حالا اهو، بس هقولها لك تاني. عينيا يا حبيبتي، تأمريني. حاضر يا حبيبتي، اقفلي واسمعيني. حاضر، قلنا كيلو دقيق، اربع كوبايات ميه دافيه، معلقه ونص خميره، تلات معالق سكر، تلات معالق حليب باودر، اللهم صل على النبي. قلنا الخميره خلاص، ذره ملح، ذره سكر، تلات معالق زيت زيتون او زيت عادي، واعجن كل الخليط واسيبها حوالي ساعه تخمر. بعدين اعمل الصوص، عباره عن صلصه، واللهم صل على النبي، كميه من الصلصه وزعتر وشويه زيت وفص ثوم، واشوحه احط له شويه ميه واسيبه، ده الخليط اللي هسقي بيه البيتزا. اول ما تخمر اجيب صينيه واحط فيها سمنه او زيت، زيت بيبقى الطف، واحط يا حبيبه قلبي الخليط الصلصه واي حشوه بقى عندك، لحمه مفرومه، فراخ، الحشوه اللي موجوده عندك هنحطها تمام، وهتبقى جميله جدا جدا بالف هنا. وتطلع بقى على طول تحط الموتزاريلا في الاخر خالص وتدفع على الموتزاريلا، هتسيح وتمط كده عشان تديك المطه الجميله دي، والف هنا وعافيه. انا عامله لك كل وش راعي سبق. ماشي يا حبيبتي، في رعايه الله، نورتيني باتصالك، اهلا وسهلا. مين؟ اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. اهلا يا حبيبتي، انت طيبه، ازيك يا روحي؟ الحمد لله رب العالمين، انت عامله ايه؟ ربنا الحمد لله والله بخير في نعمه، ربنا ينور عليك الكل. الحمد لله، ربنا يخليكم يا رب لينا كده، واحنا سعداء بالاتصال، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاسره كان امبارح طبعا، وكان يوم جميل يعني، يا رب يحمي مصر يا رب، ويحمي شعبها ويحمي رئيسها. رب العالمين يا رب، يا رب يا رب العالمين، يوسع الغم عن مصر وعن اهلها يا وعن رب خير. ان شاء الله القلوب الطيبه دي، مصر جميلة ومعطاءة بشعبها الجميل الراقي. الحمد لله يا رب ويا رب العالمين. امين يا رب العالمين يا روحي. امين يا حبيبي. ماشي على الناس اللي عندك كلك. الله يخليك يا حبيبة قلبي. وتفضلي معانا بقى النهارده، عاملين رومي ورز بالخلطة وكل وشكر. تنورينا يا غالية. بالهنا والشفاء. بارك الله فيك يا حبيبة قلبي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. طبعا دخلنا الصينية اهو. احنا كده ما شاء الله شاطرين. وخلصنا المنيو بتاعنا تمام كده. دلوقتي هنقطع الديك الرومي بقى الجميل، الحاج الديك بتاعنا، وانا سعيده جدا مبسوطه بيكم قوي. او رز بالخلطه رهيب رهيب، هتدعولي. نسيت اعمل دي، هنخليها مع التانية، احنا ما بنرميش حاجه. ماشي يا حبيبي، هنخليها كده مع الزبد عشان تبقى تحتفظ بطراوتها، وانا سعيده جدا بيكم. هجيب الديك يا استاذ ديك، تعالى. ايوه، ونقوم بعمليه التقطيع، عمليه سهله ولطيفه. والسكينه الكهرباء دي جميله، ما عنديش يا ستي مش مشكله، مش هنقف. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا مامتي حبيبتي اول من جابها من السعوديه. طبعا انا عازمه مامتي النهارده على الديك، يعني هناكل مع بعض. وايه بابا حبيبي رحمة الله عليه اللي هو جودة السايس، كان بيحب الديك الرومي جدا من ايد ماما. لا يا حاجة، اعمل لنا رومي ورز بالخلطة عشان دينا جاية. وكان مثل الاعلى، وكان لواء في المخابرات رحمة الله عليه، كان انسان محترم، وكل اللي يعرفه يحبه جدا. رحمة الله عليك يا ماما.
وانا خدت منه طباع كتير، حتى الشكل شكل بابا، بس اللون لون والدتي البصره الفاتحه دي، ربنا يخليها لنا يا رب. ماما حبيبتي دي ست الكل طبعا، يعني هو لطيف جدا وتقطيعه سهل. ما عندكي سكينه حاميه وامسكي بحرف الشوكه وقطعيه، وان شاء الله بالف هنا وعافيه يا غاليه. كده بيديني كمية كبيرة، بس في العزايم والأفراح والشيف واقف عمال ايه يقطعه. تمام، طبعا ما يغلاش عليكم يعني، بس تفضلوا تاكلوا معانا يا حبايبي، تبقى لقمة هنية كده جميلة. وبيحتاج فن بتقطيعه، والسكينه طبعا شويه تحتاج ضغط، واحنا برضو ايدينا يعني الستات ضعيفه شويه، صح نعترف يعني، مقدرش نستغنى عن الايدين الستات، صح هما حبايبنا. ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب. والديك بيسلم عليكم، صح انا شايفه كده الناس كلها ايه في حاله تاهب. حبيبي الديك ده هنلتهم دلوقتي، هنجيب الرز يا جماعه ونزوقه ونشخلعه كده شويه بالزبيب والمكسرات والزبده. مين معايا؟ احنا كده معانا، باقي معانا دقيقتين، هغرف الرز بسرعه يا جماعه عشان الاستاف بتاعي الجميل بيقولوا لي يلا يا شيف دينا احنا جوعنا جعانين. قلت لهم حاضر من عيوني، احلى رز بالخلطه الاحلى شباب. ماشي هنغرفه طبعا كده بسرعه، اتفضلوا معانا اتفضلوا عندنا حبايبي. شوفوا بسم الله ما شاء الله لون الرز، يلا يلا نسمي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها تمام، يلا كده بالطريقه الجميله طريقه ماما بسرعه كده، يلا على انا نقعد لسه نستنى. الرز بتاعنا جميل ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هشوف استوى في ثانيه، وطبعا المكسرات عليها اهي، وانا برضو هشوح له شويه مكسرات. وحبيبنا تعالى يا حبيبنا اسمي، شوفوا اللون والجمال، صحتين وعافيه على قلوبكم يا غاليين، تستاهلوا اكتر من كده والله يا حبايبي. والجلاش طبعا في الفرن هيطلع ان شاء الله. هنحط برضو هنا رز كده لطيف عشان حبايبنا الحلوين، طبعا كلنا هناكل مع بعض. اوكي قدامنا وقت بسيط بس خلاص، يعني انا خلصت طبعا. الشيف دندن ده ايه، نقول ايه ست الستات يا حلوه ولا لا؟ ده بشهاده الحاج خالد يعني، يقول لي ما فيش بعد اكلك بعد اكل امي وانتي وحماتي مدام امال، حاج امال تمام، وبعديها كمان مرات ابني غادة أكلها جميل جدا، تاكلي منها كده شوية ملوخية خضرة. ابني يقول لي يا ماما مفيش أحلى من ملوخية غادة، طبعا حبيبته بقى مرات. وميادة مرات أخويا برضو شاطرة جدا حبيبة قلب، بسلم عليها، بسلم على الحاجة نجوى والحاج إبراهيم عبد الباري، دول طبعا نسايبنا محترمين جدا، والحاجة سامية حماد شريف وداليا حبيبة قلبي أخت غادة، كلهم أنا بحبهم كلهم ولادي، مع أنا مش كبيرة قوي يا جماعة، بس انا بحبهم طبعا قوي قوي، وربنا يا رب يقدرني دايما واكون عند حسن ظنكم. طبعا ايه منيو كده على السريع يا جماعه سامحونا، تمام كده. والديك بقى الجميل هنقطع كده ترنشات وهناكل مع بعض. والكل وشكر في الفرن، هنبص عليه واول ما يطلع ياخد لون ذهبي هنسقيه على طول بالشربات. اه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ده استوى اللهم صل على النبي. ها تمام، هنطلعه بقى عشان تشوفوه بسرعة كده. معلش أنا نسيت المسكات سامحوني يا جماعة، هو بدر بقى اللي قاعد يقول يا ماما كذا كذا. شوفوا شفتوا بقى، شفتوا جماله، شوفوا جماله يا ناس. عندنا السكر المعقود اللي هو زي نسيت أقول لكم كوبايتين، وعليهم كوباية مية ونص ليمونة،
تمام، واسقي على طول، هو سخن والشربات بارد، وتفضلوا عندنا احلى كل واشكر في الدنيا. وتحياتي لكل الشيفات، انا بحبهم جدا، ونفسي نعمل يوم كده ونقعد مع بعض، الشيف نجلاء، حبيبتي فاطمه ابو حاتي، ومش عايز انسى حد، والشيف ساره، الشيف محمد ده من بلدنا من ميت غمر، حبيبنا الشيف محمد، وبعزيه بوفاه والده رحمه الله عليه، صحيح هي متاخره شويه، شيف شربيني حبيبنا، وعلاء، وكل الغاليين حبايب قلبي. طبعا انا سعيده جدا جدا جدا، وهقول لكم ايه، باي باي وفي رعايه الله، واشوفكم ان شاء الله الحد الجاي لو كان لنا عمر، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، مش على اليوتيوب ان شاء الله، واهلا بكم يا حبايبي في رعايه الله.